طيب اروح بسرعه لفقره ترند اونلاين، وعلى الهاتف الناقد الرياضي والصحفي المتميز الاستاذ علي معالي الكاتب الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه من الامارات على الهاتف معانا. استاذ علي مساء الخير عليك. مساء الخير استاذ محمد، اهلا بيك وبالساده المشاهدين. اولا برحب بك على شاشه الاهلي وسعداء بوجودك معانا، لانك احد الصحفيين والاعلاميين اللي صاحب بصمات قويه هناك في الامارات وفي الاعلام العربي خلال الفتره الاخيره. الله يبارك لك زي البشر. الله يخليك. عايز اسالك يعني كيف تتابع الدوري المصري وشكل المنافسه وتوقف الدوري في الفتره الماضيه بسبب فيروس كورونا وتاثير هذا التوقف على انطلاق المسابقه واستئنافها في الفتره الاخيره؟ شفت الامور دي ازاي وقيمتها ازاي كمان سواء رقميا او حتى كاعلام ونقد رياضي؟ هو بطبيعه الحال الدوري المصري زي اي دوري على مستوى العالم تاثر بفيروس كورونا، ولكن الاهلي استطاع ان يحافظ على قمته سواء قبل كورونا او بعد كورونا، ودي طبيعه الاهلي خلال هذا الموسم انه مسيطر بشكل قوي جدا. طبعا الدوري المصري بعد كورونا كان فيه اصابات، وده طبيعه اللاعب المصري للاسف الجانب الاحترافي عنده ضعيف للغايه. الاصابات وضحت في يعني الاهلي عنده حالتين من الاصابه، سواء حاله محمود فهمي رباط صليبي او عمرو الصليبي في الماتش الاخير، بالاضافه لقبل كده طبعا في عدد من اللاعبين اصيبوا سواء في المصري سواء في الزمالك سواء في الجونه، عدد من اللاعبين اصيب وفي سموحه كذلك. فهذه الاصابات طبعا راجعه لعدم اللعيبه نفسها، الحياه الاحترافيه مش عايشاها زي ما بتتطلب الامور الكرويه. الدوري المصري طبعا يعني حتى انطلاق الدوري بعد كورونا كانت هناك شكوك كبيره في انه ينطلق مره اخرى، وده للامانه احد الاسباب الرئيسيه في عدم الثقه في القائمين على اتحاد الكره بشكل عام، لان احنا في الكره المصريه في اتحاد الكره بشكل خاص يعني ما فيش حته التزام بالتوقيتات والمواعيد، ودي خلت اللاعبين والمدربين والمسؤولين على الانديه حتى مع انطلاق حتى مع عوده الدوري في خوف ان الدوري يتلغي مره اخرى. عدم الثبات على قرار في الاتحاد الكوره بانطلاق او توقف او مباريات او الى او نوعيه المسابقات دي بتشكل عبء كبير جدا على الكره المصريه بشكل عام في اتخاذ قرار مناسب. يعني احنا حضرتك انت استاذ محمد بتشوف مثلا في الدوري السعودي الهلال توج بالدوري من يومين يعني بالظبط. الموسم الجديد اتعرف هيبدا امتى وهيخلص امتى والتوقف امتى، كل حاجه واضحه. يا استاذ علي عايز اقول لك على حاجه، الجوله ال 24 يوم الجمعه، الجوله ال 25 يوم 7 سبتمبر، يعني باقي جولتين. طب بعد 7 سبتمبر الجدول فين؟ محدش عارف. النهارده اعلنا الاجنده الرسميه للاتحاد الافريقي ونشرنا كل حاجه بالورقه واتكلمنا عليها بالورقه والقلم لغايه يوليو 2021 قبل اولمبياد طوكيو، لكن الدوري المصري حتى هذه اللحظه اتحاد الكوره ما اعرفش مستني ايه. الاجنده اتحددت في اكتوبر هتبقى وديه، والمفروض اتحاد الكوره ما يعملش اجنده عشان الدوري يخلص وارسال اسماء الانديه. اجنده نوفمبر اتحددت، كل حاجه متعلقه بالفتره القادمه حتى طوكيو 2021 اتحددت، ومع ذلك الدوري المصري محدش اللحظه دي عارف امتى هيخلص او الجوله اللي بعد القادمه هتتلعب امتى. ما هو للاسف دي يعني احد العيوب القاتله في الاتحاد الكره المصري، التوقيتات وتنظيم المواعيد للمسابقات امر يعني حسب الاهواء ما تعرفش، حسب المزاج ما تعرفش. يعني انا ازعم ان مثلا على سبيل المثال مثلا في انديه عندنا رغم المفترض ان الانديه دي انتخابات وان الانديه دي فيها جامعات عموميه وان الانديه دي يعني فيها استقرار اداري، يعني ارى ان بعض الانديه عندنا رؤساء الانديه بيعاملوا هذه الانديه كانها العزب بتاعتهم او كانها العصيان بتاعتهم، وما فيش حاجه اسمها اراء للجمعيه اراء للنادي اراء لاعضاء نادي. برضه اتحاد الكوره مثل هذه الامور مفترض انه في التوقيتات والمواعيد يجب انه يضع روزنامه من البدايه للنهايه ويجبر الجميع على الالتزام بها. يعني في موقف طريف انا تابعته في الدوري السعودي خلال الفتره اللي فاتت، نادي اسمه نادي جده، النادي ده اصيب فيه ما يقرب من 12 او 13 لعيب بكورونا بالظبط. اداره النادي لم تعلن عن الاصابات خوفا من العقوبه، وده طبعا ده مش مبدا يعني، لكن خوف في لغط في لغط كتير في الدوري المصري يا استاذ علي، فعلا ده حقيقي. طيب الحقيقه ودي بالزبط. يعني انا بزعم من حتى المدرب المصري هو الاخر عايز الدوري يقف، يعني قبل انطلاق الدوري بعد كورونا كان في عدد كبير من المدربين مش عايزين الدوري يبدا حفاظا على مراكزه، مش خلاص بعد اعلان كل شيء من الكاف خلال الساعات القليله الماضيه خلاص الموضوع اصبح رسمي
ولازم ينتهي بمواعيد خلال الفتره القادمه، واتحاد الكره اصبح ما بين المطرقه والسندان، لازم ينهي المسابقه ويعلن الجدول الفتره الجايه. لكن اخر حاجه يا استاذ علي عشان ما اطولش عليك، بما انك طبعا قريب الصله من ديوجو ارماندو مارادونا وصديق شخص ليه، وانا لمست ده بالتاكيد خلال وجودي في الامارات معاك في الفترات السابقه، وهكلمك على النجم الارجنتيني ايضا ليونيل ميسي. موقف ميسي الفتره القادمه، وهل ممكن يكون في مانشستر سيتي، وعارف ان في صله قرابه ما بين اجويرو مهاجم مانشستر سيتي مع مارادونا، ايه الوضع، ايه الموضوع، عندك جديد اكيد في هذا الموضوع يا استاذ علي؟ يعني انا امبارح كنت على تواصل مع مدير الاكاديميه الاتحاد الارجنتيني اسمه مستر توفوني، مدير اكاديميه دي الاكاديميه واحده من الاكاديميات الكبيره على مستوى العالم يعني. تمام. واللي بيفكروا الفتره الجايه انهم ينشروها على مستوى يعني حوالي 200 اكاديميه حول العالم. اتكلمت معاه في موضوع ميسي، ولان اللي هو مقرب جدا من والد ميسي كمان وعلى علاقه وطيده معاه يعني، لدرجه انه قال لي ان انا بعت له رساله على الواتساب قلت له ما تستعجلش، لكن واضح بشكل عام ان ميسي سيترك الدوري الاسباني، سيترك برشلونه يعني لليوم الثاني على التوالي، لا يحضر التدريبات، ودي مش عاده النجوم الكبار زي كده الا اذا كان في موقف سيتخذ. انتقاله للدوري الانجليزي اصبح يعني بنسبه تفوق 90%. حتى الراجل توفوني نفسه الارجنتيني نفسه قال انه فعلا يجب ان ينتقل للدوري الانجليزي، يجب ان يغير زي ما بيقولوا الهواء اللي يستنشقه من اسبانيا الى انجلترا. اضافه لكده برشلونه يعني بشكل واضح اصبح دي ثغرات كثيره جدا، يعني كنا زمان بنقول ان مارادونا يشيل فريق، وده كان دي حقيقه، مارادونا كان شايل نابولي وكان شايل منتخب الارجنتين كلاعب لوحده بالظبط بمهاراته بقدراته العاليه، لكن اتضح ان ميسي لا ما يقدرش لا يشيل لا برشلونه بمفرده ولا يشيل منتخب الارجنتين، وده والادله واضحه انه مع برشلونه لما الدفاع بتاعه تهاوى نسبيا الفريق كله تهاوى يعني. لكن هو عايز يكون في السيتي مع جوارديولا ومع اجويرو. هو هينتقل للدوري الانجليزي، واعتقد النادي الافضل والنادي الاقوى والنادي الاغنى اعتقد هو السيتي، على اعتبار انه فيه مجموعه كبيره جدا من المدربين واللاعبين اللي يستطيعوا انهم يدعموا حتى ميسي نفسه زي ما حصل معاه في برشلونه. اكيد. استاذ علي معالي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه، شرفتني ونورتني وسعيد بمداخلتك معانا، وباذن الله هنتابع معاك الامر خلال الفتره القادمه.